ايه مرحبا جارتنا، كيف فؤاد؟ كيف فؤاد؟ مبروك ما جلا فؤاد، كيف اخباركم؟ شو صحتكم؟ خلاص كبرت عزك ملاح ملاح، بسلموا عليك. كحت من مش طايق حالي انا. كبر عزو كيف عرفني وشيل هالتخفي هذا؟ شو في مبين؟ خالت ام فؤاد؟ ايش تعملي هون؟ ليش هيك عامله بشكلك؟ يهي علينا سمالك. كبرت عزك، انا مش مزفت، انا مش فؤاد، كحت مش فؤاد انا. وين هذول؟ حكت رح تكون هون. وينها؟ معقول هاي هي؟ لا هاي وحده لابسه نظاره. لكي بعت لكم حمى، ما في غير السياره بالشارع. وش انا 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 يا طرمه انا. تفضلين تفضلين هان. عزيين كرود. يلا اطلعين اطلعين اطلعين. شوفي ليش جمعتينا هيك بسرعه؟ اسمعي انت كلشن، هذه خطه الانقاذ اللي كايدين هزلام مش نافعه، فارطه بتطعميش خبز. هذه القصه بيجيبهاش غير نسوانها. ليكون قصدك ام محمد؟ هي بعينها. مين ام محمد؟ هلا بتشوفيها. يلا جاهزات؟ يلا يلا. ولا نفس بدي اسمع. بس 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 بس. كل ما اسوي له بس بس بعطس. اسمعي شكله عنده حساسيه من البسس. يس الف مبروك حبيبي، الف مبروك. شو عشان عنده حساسيه؟ لك لا، هذا امتحان الاي كيو اللي عملناه لجان، طلع الاولي فيه. ابننا طلع عبقري. لك تقبر ماما. ايه طالع لي انت، طالع لي. وليش طالع لك انت يعني؟ ليش ما يكون طالع لي انا مثلا؟ حبيبي هلا انت لانه عطس عطستين وانت عم تعمل له نيو نيو قام قلت عنده حساسيه، يعني ما تاخذني. وين هي العبقريه تبعك؟ ما هذا اسمه نظره تحليليه. هلا مو مهم طالع لمين، المهم انه ابننا عبقري. لا مهم، وطالع الي وراح اثبت له. شوف فؤاد، اذا بالعند طالع لي انا وانا اللي راح اثبت لك. كانهم اجوا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا. واخيرا يا هلا شرفتونا. واخيرا هاي هي قهوتنا. الزباين عند ابو فؤاد عفك. زباين؟ يعني ما فيش ذهب ولا نفط زي ما قلت لي؟ رجل هذا المكان، هذا المكان اهم من النفط والذهب والالماس. اي واحد بيشتري المجمع هذا راح يصير مزنقل مصاري الدنيا معه. نعم، بعدين مستأجرين كلهم ملتزمين، بيدفعوا أول بأول. يا حبيبي منور أبو فؤاد. سايق فيها السلطة كل يوم فيها عرضة، وأنا زي اللي ماكل بلطة. يا أخي جيب للشرطة. وشو بدك تسوي هسه يا كرم؟